تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، واسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعين نفتح آفاق التواصل معاكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام في القطاعين الحكومي والخاص. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى من خلالها أن نصل وإياكم إلى نمط الحياة الصحي والسعيد، والذي بإذن الله يعني سوف يقينا من العديد من الأمراض. أرقام التواصل معنا مستمعين 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. اللي حاب يطرش لنا أي شيء أو يستفسر عن أي شغلة أو عنده أي ملاحظة ممكن أن تساهم في تطوير الخدمات اللي نحن نقدمها، الله يخليكم اتصلوا بنا ولا طرشونا الأرقام هذه، لأن دائما نقول أنتم مساهمين بشكل فاعل وضروري و يعني بشكل كبير جدا في عملية أن نطور خدماتنا. فعشان شي يعني ملاحظاتكم وايد مهمة ونحن ندخلها في عندنا نظام، يعني أي اتصال أي شغلتينا في يدخل في نظام، هذا النظام يعني تتراكم فيه المعلومات هذه والملاحظات هذه ويتم تصنيفها تصنيف إداري قابل للقياس قابل للملاحظة وقابل للتطوير. كلها أرقام يعني لمتخذي القرار في هيئة الصحة بدبي يطلعون عليها ويأخذون بشكل كبير ورئيسي على أساس أن يطورون هذه الخدمات. فضروري جدا أنكم أنتم تتصلوا وترشولنا الملاحظات هذه وندخلها في النظام. يعني أحيانا حتى في بعض الأحيان يتصلون فيني، مثل ما البارحة كنت أتكلم في هذا الموضوع، أن يتصلون فيني اتصالات يعني على التليفون بالموبايل، يقولي والله محمود شفنا 1 2 3 4 وصار معانا 1 2 3 4. فأي شغلة مثل هذه أنا أطلب منهم بس بريد إلكتروني يبعثوا لي إياه وأطرشه عبر النظام عشان يتقيد وعشان يسجل، لأن المدراء المعنيين يشوفون هذه الأرقام وهذه الملاحظات ويتم اتخاذ قرارات لتصحيح هذه الخدمات أو تحسينها. ملاحظاتكم وايد مهمة، يعني باختصار هذا اللي أبغى أقوله، ملاحظاتكم اتصالاتكم مداخلاتكم وايد مهمة بالنسبة لنا. هذا من جهة. من جهة ثانية نرحب كذلك بفريق العمل معانا في إعداد هذه الحلقة، كان معانا الأخت نور نزال، أيضا في الإخراج المبدع دائما وأبدا عيسى سبيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. إذن نذكركم مرة أخرى وثالثة ورابعة، أرقام التواصل 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. حسابات هيئة الصحة بدبي عبر التواصل الاجتماعي ممكن أن يعني تتواصلون معهم كذلك على DHA_Dubai بالنسبة لإنستغرام، تويتر، السناب شات، أيضا عندنا حسابات في اليوتيوب ممكن تتابعون حلقات برنامج صحة وسعادة بعدين يعني أول بأول على اليوتيوب كل حلقة بيومها.
في عندنا أيضا تطبيق يعني إعلامي جميل اللي هو DHA ميديا، ممكن تنزلونه عن طريق الأندرويد والأبل ستور. نزلوا هذا التطبيق، فيه مجموعة ضخمة، مكتبة كبيرة من الفيديوهات التوعوية وغيرها، وأيضا في عندنا بث مباشر، يعني هذا ممكن أسميه تلفزيون هيئة الصحة، اللي يبغي يشوف تلفزيون هيئة الصحة بالبرامج اللي تقدمها على هذا التطبيق DHA ميديا. طيب وايد رمست، لكن عندنا فقرتنا التغذوية. انزين، الفقرة التغذوية اليوم عندنا بتكلم عن الصيام المتقطع. معانا سهير محمود، أخصائية التغذية العلاجية. صبحك الله بالخير سهير. أهلا، صباح الخير يا كيفك؟ أهلا أهلين سهير. الصيام المتقطع ونحن على أبواب شهر الخير، فخبرينا شو صحيح. عندك اليوم؟ الصيام المتقطع هو عبارة عن نمط أكل وليس بحمية يعني تتبع، فنمط الأكل هذا ما بتحكم بشو المريض ياكل، انما بتحكم بمتى ياكل كيف. فهذا النظام اكثر شيء يعني فائدته انه بحرق الدهون الموجوده بالجسم، لانه لما نحن ناكل الاكل بنكون بفيد ستيت. فيد ستيت يعني لما يكون الاكل عم بنهضم، عم بتم امتصاصه. هذا الشيء ببلش من وقت ما نكون منبلش اكل، وبيمتد لثلاث او خمس ساعات بعد ما ناكل الوجبه. فلما نحن نصوم، لما طبعا نكون بالفيت ستيت، بكون صعب على جسمنا انه يحرق الدهون، لانه بتكون نسب الانسولين بالجسم عالي. فبالتالي لما نحن نعمل الصيام المتقطع، بنتيح فرصه لجسمنا انه يكون بالبوست ابزوربتيف ستيت، اللي هي المرحله اللي من بعد امتصاص وهضم الاكل، يعني بعد خمس ساعات تقريبا. فبكون هيك الجسم مش عم بي يعني عم بيقوم بامتصاص الاكل او اي عمليات حيويه لها علاقه بالهضم، فبالتالي زي اللي بيفضل الجسم انه يحرق الدهون، لانه بقل كمان نسبه الانسولين عندنا، فبالتالي السكريات والدهون الموجوده بالجسم بيستخدمها الجسم كمصدر للطاقه. فهي الصيام المتقطع بيساعد مينلي على تنقيص الوزن. طبعا هو له عده فوائد، احدى الفوائد هو انه بيزيد معدل التركيز، وأيضا بيساعد على تنقيص الوزن، تنقيص الكتلة الدهنية، بيساعد على تنقيس الأنسولين، وأيضا بنقص مستويات السكر بالدم. فممكن أنه في دراسات أثبتت أنه ممكن أنه يشيل السكر، اللي ممكن أنه يعني يعمل مثل ريفيرس إفكت للتايب 2 دايابيتيس، وايضا بيزيد مستويات الطاقه بالجسم، وبيساعد الناس اللي عندهم هايبر انسولينيميا بشكل عام. فممكن الناس اللي هن حيتطور عندهم المرض ويصير سكري، قبل ما يتطور سكري بيكون في نسبه الانسولين بالدم عالي، فبيساعد على انه يعني يتجنبوا انه يتطور المرض ويصير سكري. حتى ممكن يساعد النساء اللي عندهم تكيس على المبايض، لانه إحدى المضاعفات لتكيس المبايض هو الهايبر إنسولينيميا وارتفاع مستوى السكر في الدم. ففي دراسات أثبتت إنه بيساعد حتى على إنه يقلل التكيس على المبايض، ويزيد كمان الخصوبة عند النساء، فبيزيد فرص الحمل طبعا. غير هيك إنه بيزيد هرمون الجروث هرمون، وبيقلل الكوليسترول بالدم، وأيضا بيساعد على إنه تجنب إنه يصير فيه زهايمر عند المريض. فبالتالي الكبار بالسن اللي هن فوق 45 سنة، رجال ونساء، يعني بيكون مفيد لهم الصيام المتقطع. طيب سهير، الحين يعني نحن جايين على شهر رمضان، بيكون الصيام يعني شهر رمضان شهر الصيام فرض علينا، ولكن اللي انت تتكلمين عنه بعد كذلك ممكن ان نخليه اسلوب حياة بالنسبة لنا على مدار السنة. فشو افضل صحيح. طريقة عشان أنا أقدر أمارس هذا الصيام المتقطع؟ هلأ شوف، الصيام المتقطع في منه ثلاث أنواع. في اليومي اللي إحنا من مارسه بشهر رمضان،
في الأسبوعي وفي اللي هو يوم آه يوم لا. اليوم اللي هو بيكون 16 ساعة صيام و8 ساعات أكل، فيك تأكل فيه خلال هالثمان ساعات أي شيء بدك إياه زي ما إحنا بنصوم برمضان. الأسبوعي اللي هو بيكون مثلاً أنت بتبلش صيام على الغد، آخر وجبة لك مثلاً بتكون يوم الغداء يوم الاثنين، بكون تاني وجبة لك هي الغداء يوم الثلاثة، فبتصوم من الغداء تبع يوم الاثنين للغداء تبع يوم الثلاثة، من الساعة 3 العصر للساعة 3 العصر بتكون تقريبا انت صمت كم ساعة؟ 24 ساعة. بس هذا الصيام ما بننصح فيه كل يوم، هذا بننصح فيه مرة واحدة بالأسبوع أو مرتين أو حتى ماكسيموم يعني بالكثير ثلاث مرات. بينما عندك الالترنت داي انترميتنت فاستنج اللي هو بكون يوم آه يوم لا، لما انت مثلا تكون اخر وجبه لك يوم يوم الثلاثاء المساء، ثاني وجبه لك بتكون يوم الاربعاء المساء، وبترجع بتاكل عادي يوم الخميس يعني ولا كانك صايم، بعدين ترجع يوم الجمعه بتعيد الفرجه، هيك بكون يوم اه يوم لا. طيب انا بس عشان اوضح المساله، هي مرتبطه بالاكل بس، شرب الماي الماي والقهوه والشاي ما فيها مشاكل، في الواحد لما يعمل الصيام المتقطع مش ممنوع لا عن الشاي ولا عن القهوه ولا عن المي، لكن طبعا المشروبات اللي فيها سكر مضاف كثير المفروض انه يبتعد عنها، لانه هي تعتبر اعاده كالوري. اي هذا يعني صايم وبصايم يبتعد عنها. بالضبط بالضبط. لكن بالانترميتنت فاستنج في ناس بيفكروا انه عادي نشرب عصير، عصير فواكه، بيبسي، 7 اب، ميرندا، كل هالاشياء، بس لا مش عادي، يعني المفروض انه نبتعد عن السكريات البسيطه عشان نساعد حالنا انه ننقص وزننا. لأنه لو عم ناتج جسمنا سكر، إذا إحنا يعني we are defeating the purpose من الصيام المتقطع، يعني مش عم نستفيد. إنه إحنا بدنا نحط الجسم بحالة إنه ما في سكر، ما في إنسولين، علشان يحرق السكريات موجودة بالكبد وأيضا يحرق الدهون موجودة بالجسم. ممتاز. كمصدر طاقة يعني. ممتاز جدا. إذا هذه الممارسة يعني هل هي توصون بها حق الجميع ولا في حالات معينة؟ هلا هي منيحة للكل، الصيام جدا مفيد لجسم الإنسان بشكل عام لأي شخص، سواء صحته يعني كويسة 100% أو عنده أي مرض مزمن مثلا سكري، ضغط، كوليسترول، ننصح فيها لكل الأشخاص صراحة يعني ما بتضر. طيب أنا شاكر لك سهير محمود على هذه المعلومات وعلى هذا يعني على هذه الفقرة اللي بالفعل فيها فائدة كبيرة، وأنا بضيف على كلامك يعني ما في أحلى من يعني الالتزام بالصيام يوم الاثنين والخميس. مضبوط صحيح. يعني صحيح. أنت صحيح. منها أجر عند رب العالمين. مزبوط. ومنها أنك تياس تحافظ على صحتك، يعني طول السنة حاول تخلي عندك هذه المسألة صيام الاثنين والخميس يكون ديدا في حياتك، فمنها تحقق وايد أهداف وايد أمور، وما تحتاج حتى تدخل في نظام الصيام المتقطع بعد كذلك. فشاكرين لك يا سهير، شكرا جزيلا. كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك، والله يتقبل إن شاء الله أعمالكم. منا ومنكم إن شاء الله، شكرا جزيلا. إذا كانت هذه فقرتنا التغذوية مع أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدوي سهير محمود، كانت تحدثنا عن الصيام المتقطع، قالت لنا عن الموضوع كيف يتم بالتفصيل، وعطتنا ثلاث أنواع اللي ممكن واحد يسويها في الصيام المتقطع، ولكن كذلك نحن نقول يعني ما في أجمل من سنة سيدنا أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واحد يتبع السنة والله يعني أحسن من صحتك ما بتستوي حتى في السنة. يقول لك طريقة الأكل يا أخي، ثلث لي طعامك وثلث لي شرابك وثلث خله هو كذا، ها شو احسن عندي، مو مفروض تاكل ليه ما تشبع ترى، واذا اكلت ليه ما تشبع وايد مشاكل صحيه بتيك. ونرجع ونقول المعده بيت الداء. فاصل وراجعين. صحه وسعاده. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم الجميلة والمميزة والمتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. طيب
نتكلم عن حملة جميلة تقوم بها هيئة الصحة بدبي من خلال يعني مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث. هذه الحملة اسمها كنز الحياة. شو معنات كنز الحياة؟ شو تفاصيل هذه الحملة؟ معانا عبر الهاتف الدكتورة فاطمة الهاشمي، رئيس وحدة استقطاب المتبرعين وباحث إكلينيكي أول بمركز دبي لدم الحبل السري. صبحت الله بالخير اختي فاطمة. صباح الخير، سلام عليكم. يا هلا دكتورة. يعني حملة اسمها جميل أصلا، كنز الحياة. انزين، نبغي أول شيء نذكر، نحن لأننا تحدثنا عن هذه الحملة وتكلمنا، لكن نبغي نذكر المستمعين في البداية شو هي الحملة هذه، ومنو الناس اللي تستهدفونه من خلال هذه الحملة. طبعا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، أول شيء نعرف عن المركز، والمركز الحكومي الوحيد اللي موجود في الإمارة، إمارة دبي. نعم. طبعا المركز هذا البناء الشيخ محمد سنة 2006، وطبعا المركز يستقطب المتبرعين سواء كان تخزين خاص، ممكن الأم أن تخزن دم الحبل السري لها، أو ممكن أن تتبرع بدم الحبل السري للآخرين. فطبعا المركز جدا فريد من نوعه، ويقدم خدمات مميزة في الإمارة. طبعا هاي مثل هال يعني هالسيرفيسز الموجودة في هالمركز ممكن تحصلها بأي مكان، يعني جدا المركز متخصص. فنحن نحاول نشجع الأمهات بدل ما الحبل السري، ليش سميناه كنز الحياة؟ بدل ما نشجع الأمهات بدل ما ترمي المشيمة، إنه يتم تخزينها لأنها تحتوي على خلايا جذعية ممكن تعالج أكثر من 80 مرض من أمراض الدم. فعشان كذي سميناها كنز الحياة، نعتبرها كنز إذا الأم يعني عشان تحمل بعد 9 شهور تحصل هاي الفرصة إنها تخزن دم الحبل السري. إذا ما خزنت يكون يعني خسرت هذا الكنز اللي ممكن كان يعالج كثير من الأمراض، أمراض الدم، سواء للعائلة أو للناس المحتاجين اللي يكون يحتاجون زراعة هاي الخلايا الجذعية. ممتاز. طيب فاطمة، يعني الحملة هذه الآن شو تفاصيلها؟ شو آخر المستجدات والبرامج اللي تتضمنها هذه الحملة؟ طبعا نحن من خبرتنا من فتحنا هذا المركز في 2006 لاحظنا أن ما كان في عينات كثيرة للمركز، فسوينا استبيان بسيط، وطبعا اكتشفنا أن الناس ما تخزن لأنها ما تعرف عن الدم الحبل السري وأهميته. فبدينا نكثف الجهود في تثقيف الأمهات الحوامل عن أهمية دم الحبل السري، ولاحظنا أن مش فقط أمهات الحوامل اللي حابين يعرفون عن دم الحبل السري، حتى الأب يعني جدا حاب يسمع ويتعلم عن الحبل السري وأهميته، وحتى المجتمع. فركزنا هاي السنة في تاريخ 19 فبراير أطلقنا هاي الحملة، سميناها كنز الحياة. وهاي الحملة طبعا على مدار السنة لين نهاية السنة هذه نروح، قسمناها على 3 ربع الأول وربع الثاني والربع الأخير من السنة. ربع الأول ركزنا فيها على الدوائر الحكومية، فنصير الدوائر الحكومية. ففي الأول أول كامبين طلعناه كان في بلدية دبي في تاريخ 28/2/2014. طبعا كان له طبعا إقبال كبير جدا يعني من الموظفين البلدية وحتى الزوار اللي كانوا يحضرون لبلدية دبي، إنهم يعرفون شو دم الحبل السري وشو أهميته. ولاحظنا أغلب اللي كانوا يسألون ما لهم يعني أي معلومات عن الحبل السري، فشفنا إنه يعني جدا وجودنا يعني في هاي الأماكن مهمة. فالحمد لله يعني بعدين بعد البلدية دبي طلعنا في شهر 3 على شرطة دبي نفس الشيء، يكون عندنا ورشة تعريفية عن المركز، وطبعا يكون عندنا بعد دمية في مثل البيبي اللي نشرح عليه كيف طريقة سحب دم الحبل السري. يعني الأم لما تشوف أو الأب لما يشوف كيف طريقة سحب دم الحبل السري ترتاح يعني، ويرتاح للبروسيجر نفسه إن في آمن، ما له أي ألم، ممكن الطفل يصير فيه شيء، أو يعني هو يدين ما يبون يخزنون أو يتبرعون أنه يخافون أنه في مضاعفات في الموضوع، لكن هو بالعكس عملية بسيطة جدا بعد ولادة الطفل، هي عبارة عن أبرة في نهاية كيس التجميع تدخل في الحبل السري. بفعل الجاذبية الدم هذا ينسحب من المشيمة عبورا من الحبل السري في كيس التجميع، يعني لا في ألم للأم أو للطفل، لأس خلال يعني 5 إلى 10 دقائق ينسحب هذا الدم. فمجرد أنك تشرح للأم أو للأب طريقة السحب يعني الصورة تضح عنده، يكون يعني بادر لتخزين
عدم الحبل السري حق الطفل، لأن هي فرصة أصلاً فرصة كبيرة. بعدين الحمد لله بعد شرطة دبي صرنا معرض المدارس في إكسبو شارجة، وطبعاً أكثر الناس لقى إقبال كبير، لأن كل اللي كانوا يزورون المعرض كانوا يتحرون بيشوفون بس مدارس، فنحن كنا شيء مميز في المعرض. هيئة الصحة كنا نعرض خدمات كثيرة في معرض المدارس، مش فقط نتكلم عن الحبل السري، نتكلم عن السكري في الأطفال، عن الرضاعة الطبيعية. فكل هاي المواضيع شدت كثير من الحاضرين اللي كانوا موجودين في المعرض أن يعرفون أكثر عن الخدمات اللي تقدمها، مش فقط مركز الحبل السري، هيئة الصحة بشكل عام. فكنا مميزين بمشاركتنا في هذا المعرض. بعد هذا المعرض الشارجة طبعا سوينا كامبين كبير، بعد حملة كبيرة في مستشفى لطيفة، جميل، ولقى إقبال كبير. وطبعا بعدين في هيئة الكهرباء والماي بعد من فترة، ورايحين إن شاء الله قريبا على آخر حملة للربع الأول اللي هي هيئة الطرق والمواصلات إن شاء الله. ممتاز. فشفنا يعني وجودنا في هاي الدوائر الحكومية يعني الحمد لله لقى إقبال جدا كبير، والحمد لله أن الفائدة تعم للجميع أن يعرفون عن أهمية تخزين دم الحبل السري. ممتاز. الأشياء اللي تعرضونها من خلال هذه الحملة، أنتوا تركزون على أهمية التبرع، لأن أنتوا سميتوا كنز الحياة. كنز الحياة لأن الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري ممكن الاستفادة منها في علاج يعني عشرات الأمراض الوراثية. فخبرينا يعني هاي الأمراض اللي ممكن خلايا الدم، الخلايا الجذعية هذه ممكن أن تساهم في علاجها. طبعا الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري هي عبارة عن خلايا بنوية غير متخصصة، أنها ممكن تحل محل الخلايا المتضررة في الجسم وتنتج خلايا جديدة. جميل. طبعا هذا علم جديد صار له من 20 سنة. طبعا هو له مصادر مختلفة الخلايا الجذعية، منها نخاع العظم، ومنها عندك اللي هي الكورد بلاد اللي هي من الحبل السري. نعم. لكن اكتشفنا ان الخلايا الجذعيه الموجوده في دم الحبل السري هي تكون خلايا جديده توها يعني مع ولاده الطفل، فمو متعرضه لاي من العوامل الطبيعيه اللي ممكن انها تاثر في يعني في طبيعتها وفي نوعيتها انها ما تنزرع للمريض، فلها خصائص مميزه تميزها عن نخاع العظم. فهذه الخلايا الجذعية الموجودة في دم الحبل السري طبعاً يتم استخلاصها لعلاج كثير من أمراض من أمراض الدم. يعني عندك في بعض الأمراض الوراثية تكون من الأمراض الدم مثل سكر سل أنيميا، هي الأنيميا المنجلية، عندك الثلاسيميا اللي منتشر كثير في البلاد، طبعاً يعالجها دم الحبل السري. نحن الحمد لله يعني في المركز عالجنا 19 حالة من كلهم أطفال كانوا، ومن هاي الحالات كانت ثلاسيميا، وعندنا سرطان الدم، وعن أنيميا المنجلية. فالحمد لله يعني كل ما زاد الوعي عن أهمية دم الحبل السري وشو فائدة تخزينه وكيف ممكن يعالج، كل ما الناس أقبل لها إقبال كبير على أنها تخزن أو تتبرع دم الحبل السري. طبعا المركز هني يعني يقدم خدمتين، أنت ممكن تخزن دم الحبل السري لك يعني للعائلة، إذا في عندكم أمراض في العائلة نحن نشجع تخزين دم الحبل السري بمبلغ 9,000 درهم، تندفع دفعة واحدة وتم تخزينها لمدة 30 سنة. أو ممكن إذا العائلة سليمة وما في أي أمراض ممكن الشخص يبادر باقي له أجر إنه شو إنه يتبرع بهذا دم الحبل السري لعلاج كثير من الأطفال اللي بحاجة لهاي الخلايا الجذعية. هذا تكون المبادرة من الشخص طبعا، ويكون التبرع مجاني ما في أي رسوم عليه. هنا. طيب عملية أن 30 سنة فترة التخزين، هذه بعد 30 سنة خلاص تفرون هذه الخلايا ولا فيه؟ لا هو بعد 30 سنة. وطبعا هم ليش يقولون 30 سنة؟ لأن الدراسات حاليا قائمة أن تخزن 30 سنة، لكن كل 5 سنوات، لأن علم جديد وصلنا صار 20 سنة ويصور هي، فكل سنة سبحان الله قبل كنا 20 سنة نخزن من قبل 4 سنوات جددنا العقود وخليناها الحين 30 سنة. فما ممتاز. نعرف العلم شو يعني. طيب. كل ما يتطور العلم كل ما نحن جددنا العقد و... فاطمة دكتورة المدة. أنا أتذكر يعني لين قبل 2006 كانوا الناس يطلعون ويخزنون الأمور يعني في خارج الدولة. اليوم في يعني جهة حكومية هي قاعدة تخزن، فإذا المعايير الخاصة بالتخزين والدقة وأيضا سرية المعلومات والأمور هذه كلها مضمونة من خلال مركز دبي لدم الحبل السري. طبعا عشان كذا احنا نشجع الامهات ان دائما يخزنون في الدوائر الحكوميه، في ناحيه ان احنا المركز الحكومي الوحيد في الدوله،
ونشجع الامهات يخزنون دم الحبل السري عندنا، لان يعني احنا عندنا يعني اخر الاجهزه التقنيه في فصل الخلايا الجذعيه، وعندنا كل الحاضنات النيتروجينيه موثقه يعني في اخر احدث التقنيات في فصل الخلايا الجذعيه وتخزينها. وطبعا كل الاشياء تتم بسريه تامه، لان هذا طبعا عندنا يسمونه patient confidentiality، وهذه معايير عالميه. عشان كذا احنا ما نهتم في كم خزننا ككميه، نهتم كم نوعيه خزننا، يعني هذا شيء مهم جدا. ساعات نقول حق الام ان عينتك مرفوضه، يعني مثلا ممكن تتضايق ليش عينتي مرفوضه، لان احنا نعرف حتى لو خزننا لك العينه ممكن ما تنفعش للزراعه، لكن ان في معايير عالميه نمشي عليها عشان نتاكد اذا الام لا سمح الله احتاجت العينه للزراعه تكون العينه جيده انها تنزرع للطفل. شو الحالات اللي ممكن ترفضون فيها العينه، وهل اذا دفعوا رسوم يعني ترجعون بيزاتهم ولا لا؟ نعم، الحالات نرفض فيها العينه اذا كانت، ان سبحان الله الطفل لما الام تكون حامل، في اطفال يولدون على اوزان يعني بسيطة، يعني مثل عندك 2.9 2.7، يكون الطفل صغير، فإذا كان الطفل الحجم صغير المشيمة تكون صغيرة، فالدم يكون فيه دم غير كافي. فنحن من الأسباب اللي نرفضها إذا كان الدم قليل، يعني ما كان دم كافي في المشيمة، فيكون الخلايا الجذعية فيها قليلة فما تنقبل العينة. أو إذا لا سمح الله في أي يعني متلوث الدم ولا شيء لأسباب سحب الدم والهاي، طبعا نرفض العينة. أو إذا كانت الأم مصابة بأي من الأمراض المعدية طبعا يتم رفض العينة. في النهاية نحن ما نخزن إلا عينة نعرف أنها صالحة سليمة 100% وصالحة للاستخدام 100%. وفي حالة طبعا رفض العينة يتم استرجاع مبلغ 8,000 درهم، وطبعا 1,000 درهم اللي هو كان رسوم التسجيل وعدة التجميع اللي يكون يتم للمركز غير مشترك. الرسوم الخدمية هذه يعني الأشياء اللي استخدمتوها و8,000 يرد، ونقول حق الأم يعني المرات الجاية إن شاء الله يكون إن العينة أنسب للتخزين. فنحن وايد نهتم للمعايير العالمية للتخزين. ممتاز. إذا مسألة التبرع بدم الحبل السري مسألة مهمة جدا، هذه دعوة لكم جميعا للاستفادة من الخدمات اللي يقدمها مركز دبي لدم الحبل السري. يا أمهات يا أولياء أمور، شجعوا حريمكم على موضوع التبرع بدم الحبل السري. 9,000 درهم هذه رسوم رمزية جدا لتخزين هذا الدم لمدة 30 سنة. فيعطيكم ألف عافية أختي فاطمة، نحن متواصلين معاكم عبر حملة كنز الحياة، ومنكون دائما ناخذ الجديد من عندكم. شكرا لك. شكرا. إذن كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة فاطمة الهاشمي، رئيس وحدة استقطاب المتبرعين وباحث كلينيكي أول بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث. تكلمنا عن هذا المركز والخدمات اللي يقدمها، مركز يعني جميل جدا متقدم. للأمانة يعني نحن نتحدث عن حالات يعني صارت حالات، وفي تعالجوا من العديد من الأمراض الوراثية وكانت ناجحة، فهي مسألة مهمة جدا، وهذا العلم توجه لهذا في هذا الإطار. أيضا هني أنا بغي أؤكد على النساء، يعني قبل لا يفكرون تطالع الوقت إن شاء الله، بس هذه آخر كلمة، قبل تفكرين أختي أنك أنت يعني تحملين ولا شيء، في بعض الأشياء لازم تسوينها، في بعض الأمور لازم تتخذينها، فراجعي طبيبة النساء في هذا الموضوع. فاصل وراجعي المستمعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. يعني أنا كنت أتكلم في بداية البرنامج، اللي عنده أي مداخلة، عنده أي اتصال، عنده أي شيء، ممكن أن يتواصل معنا على 4006 عبر الرسالة النصية، والمكالمات على 600551414. هذه تحياتنا تتكرر من خلال برنامج صحة وسعادة، البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. بما نتكلم عن الخلايا الجذعية، من روح الحين معاكم عبر يعني مركز دبي للتبرع بالدم، اللي يعني يستقبل العديد من الجنسيات المختلفة اللي تقوم بالتبرع بالدم بمناسبة عام التسامح. معايا عبر الهاتف دكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم. أول شيء صباحك الله بالخير دكتورة.
صباح النور والسرور محمود. سامحينا طلعناك من الاجتماع، ولكن دائما دائما مواضيع التبرع بالدم يعني تحظى عندنا نحن بأهمية كبيرة، لأن أنا أقول يعني الواحد ممكن يتبرع بالمال، يتبرع بوقته، يتطوع وكذا، ولكن ما في أرقى من أنك أنت تتبرع بدمك لأخوك في الإنسانية. اليوم أنتم تجسدون يعني كل معاني عام التسامح من خلال كل الأنشطة اللي تقومون فيها، فأنا أبغي أعرف الحين أول شيء بسألك كم عدد الجنسيات اللي يقومون بالتبرع بالدم في مركز في مركزكم، وأيضا شو هي الخدمات اللي توفرونها من خلال المركز؟ نعم، طبعا حسب إحصائية عام 2018 كان عدد الجنسيات اللي تتبرع بالدم هي 149 جنسية، وطبعا هذا التنوع بالجنسيات هو قليل الحدوث، وإحنا طبعا فرحانين فيه، لأن هو مثل ما تفضلت حضرتك في هذا العام عام التسامح، يفرجيك أنه في دولة الإمارات وفي إمارة دبي تواجد هذا العدد الكبير من الجنسيات من مختلف الثقافات ومختلف الأديان ومختلف الألوان، لكن كلهم يجتمعون على فعل الخير، لأن التبرع بالدم طبعا من أسمى الأعمال الإنسانية، خصوصا وأنه المتبرع يتبرع بالدم بدون أن يعرف وين الدم هذا حيروح ولأي مريض وشو جنسيته وشنو يعني لونه أو شكله، فهذا قمة في الأعمال الإنسانية، ويجسد في عام التسامح أنه كيف الناس يعني والإنسان يخدم أخيه الإنسان في وقت الحاجة. فهذا طبعا شيء رائع. طبعا قبل سنة في نهاية 2017 كان عدد الجنسيات التتبرع بالدم 121 حسب إحصائياتنا، لكن شهدنا في عام 2018 تنوع الجنسيات وكثرتها حتى توصل 149 جنسية. وطبعا احنا يعني حاليا المركز داخل ضمن برنامج خدمة النجوم، ونسعى إلى أنه نحسن ونكسب رضا المتعاملين ونعمل على سعادة المتعاملين. فحالياً ندرس عدد اللغات اللي يتكلموها، طبعاً عندنا لستة اللغات اللي يتكلمون بها الموظفين حتى نقدر نغطي هالشرائح المختلفة ونتواصل وياهم بطريقة أفضل، وإن شاء الله جاري ترجمة جميع المعلومات التثقيفية والتوعوية والاستبيان اللي هو يعبي المتبرع قبل التبرع بالدم، لح أن ترجمة إلى لغة ثالثة حسب الدراسة اللي عملناها عن أكثر الجنسيات اللي تتبرع بالدم وشو هي رغبتهم بأي لغة يحبون نتواصل وياهم. فهذا الشيء الجديد اللي يعني حاليا دا نشتغل عليه. ممتاز. يعني اليوم نحن نتحدث عن تقنيات جديدة دخلت مركز دبي للتبرع بالدم، وأيضا تم اختصار يعني رحلة المتعامل بشكل كبير في هذه المسألة. فخلينا نتكلم عن التقنيات المتطورة اللي تستخدمونها، خاصة اللي المستخدمة لحماية مرضى الثلاسيميا بعد كذلك. نعم، طبعا من ضمن التقنيات الذكية اللي دخلت المركز من العام الماضي هي تطبيق دمي، اللي هو تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة، وطبعا يسهل كثير على المتبرعين عملية التبرع بالدم. فحاليا طبعا تم إدراجه تحت الخدمات الذكية لهيئة الصحة في دبي، ويقصر من عملية التبرع بالدم، لأن المتبرع يقدر يسجل نفسه ويقرأ معلومات كلها عن طريق الهاتف، يكون هو في بيته أو في مكتبه أو في المول، ويجي فورا للفحص الطبي والتبرع بالدم. أنا والله ما تشيكت على موضوع أن الحين من خلال تطبيق هيئة الصحة بعد DHA هذا ممكن نحن نحصل كل الخطوات هذه بعد كذلك ولا بعد؟ نعم، هو تطبيق دمي السابق كان تطبيق منفصل، لكن اليوم تم دمجه مع إدارة تقنية المعلومات. طبعا هاي توجهات حكومة دبي انه نقلل عدد الابليكيشنز اللي موجودة وتنحط تحت فلاكشيب واحد، تحت يعني ابليكيشن واحد. فحاليا من تدخل على الدي اتش اي ابليكيشن رح يكون التبرع بالدم، حرصنا ان يكون اول واحد حتى نسهل على المتبرع اللي هو شخص متطوع انه يوصل للخدمة. جميل. هو مطور عن دمي السابق في
في كثير يعني ميزات الطوء متطورة، وإن شاء الله جاري بعد التطوير أكثر في المستقبل. يعني نشكر إدارة تقنية المعلومات على دعمهم لنا، ونفتخر إنه تطبيق دمي ما زال في منطقة الشرق الأوسط هو أول تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة يخدم المتبرعين بالدم، موجود باللغة العربية والإنجليزية، ويقصر من وقت رحلة المتعامل. وحتى في مكان للشخص اللي ما يرغب بالتبرع الآن لكن يحب يتبرع في حالات الطوارئ والأزمات إنه يسجل اسمه. والحمد لله في كثير أعداد من الناس يسجلوا أسماءهم إنه رغبتهم لو في حالة طارئة نقدر نتصل بهم، وهذا طبعا يعزز من سلامة نقل الدم ويعزز من قاعدة البيانات الموجودة والمتوفرة للمركز في حالات الطوارئ، لأن دائما إحنا نربط الدم بالطوارئ والأزمات، لأن حالة صحية المريض ما تنتظر إنه مثلا تأخير في نقل الدم. نعم. في أكثر الحالات. وبالنسبة للتقنيات الثانية اللي موجودة، أدخلنا عدد من التقنيات من ضمنها مثلا سحب وحدتين دم من متبرع واحد، وحدتين دم مركزة من مريض واحد، وهذه طبعا تفيد مرضى الثلاسيميا، لأن مرضى الثلاسيميا يعتمدون في علاجهم على نقل دم متكرر، فهو كل شهر المريض يجي يأخذ وحدتين دم أو وحدة واحدة كل شهر، فبالتالي طبعا هذا من يأخذ بعد كم من سنة عدة وحدات دم يبدي يصير عنده أجسام مضادة في دمه، وتصير عملية نقل الدم أصعب وأصعب. لكن هذه التقنية أن نأخذ وحدتين دم مركزة من متبرع واحد تقلل من مضاعفات نقل الدم، فهي تفيد مرضى الثلاسيميا، وهي تقنية حديثة، وطبعا فيها شروط للتبرع بالدم، يعني لازم يكون نسبة الهيموغلوبين أكثر من 14، ويستبعد المتبرع من التبرع بالدم 4 أشهر، يعني كأننا نسحب ضعف كمية الدم ككريات دم حمراء مركزة. يوميا نسحب من الأصناف النادرة، مثلا إذا يجينا متبرع أو سالب نسحب منه عن طريق هذا الجهاز، فبدل ما يكون عندنا وحدة واحدة من متبرع تكون عندنا وحدتين، وهذا طبعا يعزز من توفير الدم للمستشفيات والمرضى المحتاجين. ممتاز. طيب هني أبغى أتطرق حق موضوع يمكن وايدين من الناس ما يعرفون، إن في فئات نادرة من الدم، وأيضا عندنا نحن في المركز أيضا عندنا يعني مجموعة من أقدر أقول داتابيست، أو إن ممكن تكون يعني قائمة خاصة بالمعلومات هذه كلها الأشخاص اللي عندهم فئات نادرة، فخبرين عن هذا الموضوع، شو هي الفئات النادرة، كم نسبتها في إمارة دبي، وكيف تتعاملون في حال يعني حد من هذه حاملي هذه الفئات النادرة ممكن أن نحتاج دم، أو خلينا نتكلم عن الفئات بشكل عام ونتكلم عن هذه الفئات النادرة. تفضل دكتور. طبعا الفئات الأصناف الدم احنا نسميها الأصناف، هي صنف الأي والبي والأي بي والأو، وكل واحدة منهم ممكن تكون موجودة كعامل الريسس فيها موجب أو سالب. فنسمع أن الشخص صنف دم أي موجب أو أي سالب أو بي سالب، فالأصناف طبعا موجودة بالمختلف البلدان. في دولة الإمارات حسب إحصائياتنا من لمدة 4 سنوات، فالأو موجب هو أعلى نسبة تواجد، والحمد لله هي نعمة من رب العالمين، لأن الأو موجب هو دم كريم ممكن أنه يعطى لجميع أصناف الدم في حالة، يعني إذا يكون المريض مثلا هو بي موجب محتاج في حالة طارئة أو ما موجود البي موجب، فممكن نعطي الأو. فالأو هو دم الكريم، وهو المعطي العام اللي يعطي لجميع أصناف الدم الأخرى. وفي عندنا طبعا نسبة الأو سالب، هي طبعا أقل تواجد من باقي الأصناف الدم، واحنا بالنسبه لنا في دوله الامارات حسب يعني المتبرعين يتبرعون بالدم، فهي اقل من 4% من اجمالي عدد المتبرعين بالدم. والاندر منها طبعا هي اي بي سالب، وهي موجوده بنسبه 18% من متبرعين بالدم. الحين هذه هي اصناف الدم المعروفه العامه المعروفه. احنا طبعا الاو سالب هو قليل الحدوث، لكن هو اكثر دم مطلوب في حالات الطوارئ والازمات، لما يجي مثلا لا سمح الله مريض
حادث سيارة ونزف كميات كبيرة وما في عندهم وقت يسووا له فنط في الدم ويسووا له فحص تطابق حتى ينقلون دم. فالمفروض يكون في صالات الطوارئ موجود أو سالب جاهز ومتوفر حتى ينقل، لأن هو ما يحتاج أنه يعملوا له فحص مطابقة، هو يتماشى مع جميع أصناف الدم يعني بصورة عامة طبعاً دا نتكلم. فالأو سالب دائماً مرغوب، دائماً يعني يومياً نحن نتصل في المتبرعين من الداتابيز نحط كميات من الأو سالب في كل المستشفيات. وحب أذكر أنه مركز دبي للتبرع بالدم هو المركز الوحيد في إمارة دبي اللي يتعامل مع المتبرعين، يعني إحنا نصرف الدم إلى مستشفيات هيئة الصحة زائدا إلى جميع مستشفيات الخاصة في إمارة دبي المرخصة نصرف لهم دم، فلذلك إحنا محتاجين كميات كبيرة من الدم. جميل. فاليوم من هذا اللقاء نحب نتوجه للجمهور إنه إحنا بحاجة مستمرة ويومية إلى جميع أصناف الدم حتى نقدر نوفر الدم للمرضى، خاصة إذا كانت بعد يعني من الفئات النادرة لازم تتوجه بشكل دوري كل شهرين أو كل 3 شهور إلى مركز دبي للتبرع بالدم لي يعني المساهمة في هذا الموضوع، لأن في فوائد صحية عليك بعد كذلك يرجع على المتبرع في فوائد صحية كثيرة ذكرناها كثيرا دكتور، أنا ما عندي وقت أني أنا أذكرها بس نكمل الفئات النادرة على السريع دكتورة. نعم، في بعد من هذه الفئات بعد في فئات أندر، يعني في فئات تكون مش مثلا فئة من الأو أو فئة من الأي، فهذه الفئات اللي تكون احنا نسميها سب جروب اللي هي فئات تكون جدا نادرة. وأحب اليوم يعني أوجه شكر وتقدير، احنا عندنا في سجلاتنا عائلة موجودة في دبي صنف دمها بومباي جروب يسموها، وهذه اللي هي نادرة على في العالم كله، فدائما نتواصل وياهم نقدم لهم الشكر والتقدير، لأن كل ما نطلب مثلا يجون يتبرعون، ويكون طبعا المريض نادر، يعني قبل سنتين تم مساعدة واحدة من الدول المجاورة حتى نعطيهم وحدة دم لأنه هذا جدا نادر على مستوى العالم دكتورة. وفي متبرعين يتبرعون دائما يجون من نطلبهم لأصناف دم يعني قليلة، مثل أدنى واحدة من أصناف الدم اللي يسموها الديو أو ويك دي، فدائما في عندنا شخص إماراتي نوجه له الشكر والتقدير، دائما يعني تقريبا كل شهرين يجي يتبرع ونحط هذا كخزين. جميل. فهذا طبعا يعني نوجه لهم الشكر إنهم ملتزمين ويلبون النداء، مثل إحنا دائما نعم. أنا أقول إنه هذول اللي يلبون نداءنا من نطلبهم. نعم دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم، نحن بتكون لنا لقاءات مكثفة خلال الأيام القادمة، خاصة إن نحن داخلين على شهر رمضان والتبرع بالدم أيضا في شهر رمضان تتغير المعايير فيه، ولكن لا يزال إنه مهم في هذا الشهر. شاكرين لك دكتورة، سامحينا وقت البرنامج انتهى ولكن الحديث معك لا يمل، شكرا جزيلا. إن شاء الله، في أمان الله، مع السلامة. شكرا ميرا الغفلي كانت معنا في التنسيق، كل الشكر حق مخرجنا عيسى سبيل، هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، ونلقاكم إن شاء الله في الغد، حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.